مرحبا أصدقائي، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد راح أتكلم فيه عن طريقة حجز موعد لم الشمل في الأردن في سفارة عمان للأشخاص الحاملين على الإقامة الدائمة، إقامة عمل، جنسية ألمانية، لم شمل خاطب ومخطوب. كل هذول بيتم الحجز عن طريق هذا الموقع، راح أحط لك الموقع في أسفل الفيديو. حتى هو بالضبط هنا هو قايل لك إنه يعني لم شمل زواج، هذا الموقع للقيمة يعني بشكل عام، ليس للاجئين لجوء، وليس في عندك نوعين من اللجوء، في عندك نوع اللجوء لاجئ إقامة اللجوء، وفي عندك نوع إقامة الحماية. هذا ليس لإقامة الحماية وليس للجوء لإقامة 3 سنوات، ليس لأصحاب إقامة الحماية سنة وسنتين أو 3 سنوات، هذا فقط للإقامة الدائمة، الجنسية الألمانية، إقامة العمل اللي معهم إقامة عمل، والخاطب والمخطوبة شو مع الجنسية الألمانية. فهذا هو الموقع، في شغلات كثير مهمة بس أتكلم عليه قبل ما أبلش الحجز. طبعا تضغط هنا ده وتبلش تحجز. الشغلات الأساسية إنه تكتب الأحرف أول شيء بالأحرف اللاتينية مثل ما مكتوب بالجواز ولكن ليس بالعربي، يكون إيميل صح ما فيش أغلاط. لا يمكنك تغيير البيانات بعد الحجز، لازم تلغي الموعد وتحجز موعد جديد إذا غلطت بالبيانات. تحجز موعد واحد فقط لكل العائلة، كيف؟ لكل العائلة بتحجز موعد واحد فقط. بالإقامة الحماية تحجز لكل شخص موعد، إذا هنا لكل العائلة حجز واحد، وإذا حجزت لكل شخص موعد راح يحذفوا المواعيد كلياتها من السفارة، كيف؟ فانتبه. بعد ما تحجز 30 أقصى 30 دقيقة راح يجيك إيميل التأكيد الحجز مع رقم الحجز، وبس يحدد موعد المقابلة راح يبعثوا لك إيميل موعد المقابلة. هلا خلونا نروح نحجز. هنا الحجز بتدخل هنا اسم الشخص اللي حاب انت تجيبه، لما شمل مثلا الكينيا او كينيا زوجتك، مثلا كينيا احمد، الاسم مثلا لما، دخل ايميلك او ايميلها اللي يجي عليه تأكيد الحجز وموعد المقابلة. بعدين بتدخل الايميل مرة ثانية، هنا عم بيسألك انه لمين عم بتسوي انت الفيزا، هذا هو موعد الحجز لمين بدك اياه. هذا انت بتدخل هنا فاميليا تزامن فيهم لم شمل، هذا هو، هذا لم الشمل بدك تعمل لم شمل، لانه هذا الموقع مثل ما تكلمنا هو الموقع الرئيسي بشكل عام تحجز عليه. كل مثلا هنا حاطين لك تدريب براكتيكوم، عارف كيف؟ هنا حاطين لك شبراخ كورس تعلم اللغة، هنا حاطين لك ستوديوم دراسة جامعة، عارف كيف؟ فهذا الموقع الرئيسي لحجز الفيزا. فأنت بتختار هنا أول إشي فاميليان ناقصه فاميليان تزامن فيهم اللي هو لم الشمل. هنا بيطلب منك رقم الجواز، مثلا رقم جواز زوجتك السوري، هيك يكون شكله مكتوب هنا، يكون حرف ال N أو ال P وبعد منه 8 أو 9 أحرف أرقام، عفوا حرف واحد وثمانية أو تسع أرقام. بتدخل هنا رقم الجواز، بعدين رقم التليفون، من الأفضل يكون رقم تليفون زوجتك عشان يخبروها إذا صار أي شيء. هنا عم بيسألك وين عايشة زوجتك مثلا بشكل دائم، عايشة بسوريا ولا باليمن ولا بالأردن، فبتدخل مثلا من سوريا. هنا بيقول لك دخل أسماء العائلة كاملة، بتدخل أول إشي اسمك أنت الموجود في ألمانيا، مثلا اسمك محمد، مثلا محمد علي، وبعدين بحط شخطة وتدخل أسماء أطفالك، مثلا عندك أطفال، مثلا عندك ابنك يوسف علي، وتدخل كل أفراد العائلة. عشان هيك أنت بهذا الموقع تحجز فقط موعد واحد لكل العائلة، وهنا بتدخل أسماءهم، وبالسفارة هم بيشوفوا الأسماء وبيدعوا كل العائلة، عارف كيف؟ مش شخص واحد بس. بتدخل اسمك أنت هنا، اسم الزوج مثلا أو الموجود في ألمانيا وأطفال كلياتهم. وهنا بتدخل بالفراغ هذا بتدخل الأرقام المكتوبة هنا، شايف حرف T ال X ال M G 5 N F، بتضغط هنا شبايشن بتكون أنت حجزت الموعد وبيجيك التأكيد على الإيميل. بالضبط أصدقائي، الحجز هذا كثير سهل ما بده شيء، كيف؟
راح احط لك حتى باسفل الفيديو الروابط الفيديوهات الثانيه لاقامه الحمايه واقامه 3 سنوات والرابط حتى تبعية الحجز لهذا لاصحاب الجنسيه الاقامه الدائمه اقامه العمل بشكل عام. وبالضبط اصدقائي، شكرا للمتابعه، السلام عليكم.